كده انا جبت لكم بقى الكفر اللي هو انجلندر ووتر بروف اللي كان معظم الناس عايزه تشوف شكله، فجبت لكم شكل انجلندر اهوت الكفر اللي هو الووتر بروف ده اللي هو بيبقى حمايه للمرتبه، ده المفروض مهم جدا جدا ان انت حضرتك تاخده عشان يحمي لك المرتبه. بيعمل ايه هو بقى؟ هو ايه الكفر اصلا عباره عن ايه؟ الكفر ده بيبقى طبقه، ثلاث طبقات، طبقه جلد ووتر بروف اللي هو جلد، وفي ماده عازله بي بي اس، وفي طبقه بشكير. طبعا الكفر ده خاماته كلها مستورده، كفر انجلندر او كفر يانسن خاماته كلها مستورده، يعني مع الغسيل ومع اي حاجه ما بيحصلوش اي مشكله. حضرتك بتفرشه بيحافظ على المرتبه، وبعد كده لو وقع عليه حاجه وشلته غسلته في الغساله اوتوماتيك عادي تمام، ما بيحصلوش اي مشاكل والجلد بيفضل زي ما هو. بس اهم حاجه وحضرتك بتغسله في الغساله اوتوماتيك ما تكونش درجه الحراره الميه عاليه تمام. بس هو كخامه كفر هو احسن نوع كفر موجود في السوق المصري عشان هو خامته كلها مستورده وعباره عن ثلاث طبقات زي ما هو موضح على الكرتونه اهوت يا جماعه. بصوا دول الثلاث طبقات بتوع الكفر بيحمي المرتبه طبعا من اي حاجه، وده زي ما انتم شايفين كده الصوره باينه حاجه نازله اهيت، وطبعا ولا اكنها وقعت على الكفر تمام. ده شكل الكفر اهو يا جماعه من الخارج، هوريه لكم عشان تبقوا عارفين شكل الكرتونه، وطبعا مكتوب عليه اللي هو قطن 100% تمام. بعد كده هفتحه من الداخل واوريه لكم عشان تبقوا انتم عارفين كده وتفهمين كل حاجه بتجيبوها وما يحصلش معاكم اي مشكله في اي حاجه. انت لو خدت انت نوع كفر تاني يبقى انت عارف، يبقى انت عارف ان ده مش تبع الشركه. كفر الشركه بيبقى بالشكل ده كده اللي هو انجلندر، يانسن بيبقى برده له شكل تاني هبقى اوريه لكم في فيديو تاني. طبعا الكفر بيبقى جاي زي ما حضراتكم شايفين كده مغلف اهوت تمام. ده شكل الكفر اهو يا جماعه من الداخل، ده شكل القماش بتاعه. طبعا هو كل الكفرات بتاع شركه يانسن او انجلندر لونها ابيض اهوت. هصور كده، ده شكل الكفر يا جماعه، ده بشكير اهوت قطن 100%. لما نفتح الكفر كده ونبص كده من الجنب، ده القماش اللي هو الجانبي بتاع الكفر. من الداخل بقى يا جماعه ادي الووتر بروف بتاعه، طبقه الجلد. طبعا ما بين الطبقه ديت والطبقه البشكير في طبقه اسمها بي بي اس اللي هي العازل، عازل الرطوبه والحراره. فطبعا ده كفر كويس جدا جدا، وانا بنصح كل الناس اللي بتشتري مرتبه هات معاها الكفر في وقتها. ليه بقى؟ عشان المرتبه ما ينفعش تتغسل لو القماش بتاعها اتوسخ، انما الكفر بيتغسل عادي وبيحافظ لك على شكل المرتبه، بتفضل على طول جديده. وتاني حاجه لو ميه وقعت او حاجه ما بتوصلش تبوظ المرتبه. وتالت حاجه بتشيل الكفر، وفي برده ميزه كويسه جدا جدا في الكفر ده ان هي ما بتخليش الوش اللي هو البشكير القطن ده ما بيخليش الملايه اللي محطوطه على السرير تتزحلق تمام. فطبعا هو مهم جدا، يعني لازم حضرتك تجيبه ضروري عشان في ناس كتير ما بتاخدوش في دماغها ان هو عادي ان هي ممكن تاخده او ما تاخدوش. لا هو مهم جدا جدا يا جماعه تمام، ولازم تاخده مع وانت بتجيب المرتبه، مش بعد ما تجيبها وتتوسخ تروح تجيبه. لا الصح ان هي تاخده في ساعتها وانت بتشتري المرتبه، تشتري معاها الواقي الحمايه بتاعها، عشان طبعا كتر ما تقع ما يقع المرتبه ميه او عصير او حاجات، حتى لو هي لو مرتبه براند عالي او كده ديت بتعمل بتبوظ الاسفنج وبتعمل كمكمه في المرتبه من الداخل وبتاثر على العمر الافتراضي بتاع الاسفنج. فطبعا لازم نخلي بالنا من النقط دي كويس ونجيب الكفر بتاع المرتبه مع المرتبه. كده كده المرتبه انت حضرتك شاريها ب 3000 ب 4000 ب 5000، الكفر ب 300 او 200 جنيه، فمش فلوس ان هي مقابل الميزه بتاعته او اهميته مع المرتبه كبيره جدا جدا جدا. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم مكاوي، دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناه عشان نقول لكم على كل جديد. شكرا.